والبركة. أول إصحاح في الكتاب المقدس ذكر البركة. ربنا خلق الإنسان الأول، وبعد ما خلقه يقول فبقت آدم وحواء، يقول فباركهم، باركهم وقال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وطيور السماء وكل حيوان يدب على الأرض. فكانت البركة الأولى اللي أعطاها ربنا للإنسان الكثرة والسلطة. نفس هذه البركة أعطاها ربنا لنوح وأولاده بعد رسو الفلك، نفس الكلمات برضه. وبعدين نلاقي بركة تالتة، بارك وقال له أبارك مباركيك ولعنك ألعنك. ومش بس كده، وإنما قال له أنت نفسك تكون بركة. الحاجة دي ما جاتش للآدم ولا حواء، أنت نفسك تكون بركة وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. كل دي بركات معينة يعني، لكن نلاقي بركات شاملة موجودة في سفر بيشترط لهذه البركات إن الواحد يحفظ وصايا ربنا. يقول إن سمعت سمعا لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه، تأتي عليك جميع هذه البركات وتدركك. مبارك أن تكون في المدينة، ومبارك أن تكون في الحق، مباركة تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك وثمرة بهائمك نتاج بقرك وإناث غنمك. مباركة تكون سلتك ومعجنك، مباركة تكون في دخولك، ومباركة تكون في خروجك. يجعل الرب أعداءك القائمين في طريق واحدة يخرجون عليك، وفي سبع طرق يهربون أمامك. يأمرك الرب بالبركة في خزائنك وفي كل ما تمتد إليه يدك. كلام كثير. يعني بركة شاملة تشمل الإنسان أينما ذهب، في المدينة في الحق، تشمل كل ما يحيط به كله، وأولاده وغنمه وبقره وكله، بس بشرط أنه يحفظ الوصايا. يعني واحد يقول مثلا
أنا مفروض أن أنا أنفذ وصية ربنا في العطاء وأعطي عشور أموالي، ما بيقول يباركك إذا نفذت الوصايا. فإذا كان المرتب كله بحاله مش مكفي، أما لما أخصم منه العشر هيكفي إزاي؟ أقول لك الحل، مرتبك كله من غير بركة جايز ما ينفعكش بحاجة وما يكفكش، لكن 19 9 على 10 تسع أعشار مرتبك بعد ما تدفع العشور زائد البركة يبقى أكتر من مرتبك كله من غير بركة. ما هو ياما ناس عندهم فلوس كتيرة جدا وما فيهاش بركة، فبتروح من غير فايدة وما تكفهمش. وإنسان غلبان مرتبه بسيط ولكن فيه بركة يكفي أكتر. نفس الوقت مثلا مش عطاء الفلوس، عطاء الوقت. ربنا اداك اسبوع وقال لك تسيب لي يوم في الاسبوع لا تعمل عمل فيه، اللي هو يسموه يوم الرب. فانت لو اديت ربنا هذا اليوم ربنا يبارك في باقي الاسبوع، لو ما اديتلوش هذا اليوم يبقى الأسبوع كله ما يكفيش. لازم تشوف إيه المكافأة اللي يديها لك ربنا في مباركة ما يكون معك. تدفع العشور ربنا، ربنا يقول لك أفتح قوى السماء وأفيض عليك لغاية ما تقول كفانا كفانا، لأن ربنا بارك ما في يدك. هو مشكلتنا في الحياة هل ربنا بيبارك نفسنا ولا لا؟ هل بيبارك أموالنا ولا لا؟ هل بيبارك أولادنا ولا لا؟ إن ما كانش في بركة يبقى مش هنستفيد حاجة. البركة دي بتيجي منين؟ إما بتيجي من ربنا نفسه مباشرة زي ما قال لأبينا إبراهيم أباركك وبارك نسلك وبارك مباركيك إلى آخره، وإما البركة تيجي أيضا بإكرام الوالدين، لأن إكرام الوالدين زي ما قال القديس بولس الرسول هي أول وصية بوعد، يعني عليها مكافأة. لذلك كان الآباء قديما يطلبوا البركة بإلحاح ويطلبوا بركة الآباء. زي يعقوب لما بذل كل جهده أن ياخد بركة أبيه إسحاق وفعلا باركه، ويعقوب أب الآباء برضه بارك أولاده قبل وفاته وبارك بالذات إفرام ومنسة أولاد يوسف، والصغير حط عليه إيده اليمنى والكبير إيده الشمال، فيوسف قال له لا يا أبي ده الكبير هو اللي تحط عليه إيدك اليمين، قال له أنا عارف، لكن هو ده هيكون أكبر من أخوه، يعني مجرد إيده اليمين اتحطت على واحد أخذ بركة من اللي حط عليه إيده الشمال.
فبركة الوالدين دي حاجة مهمة جدا، مفروض الواحد يحرص عليها كل الحرص. وأيضا تأتي البركة بواسطة العطاء، كل ما تعطي ربنا يبارك اللي عندك. ولذلك مثلا في كنيسة بتتبني تقول أنا هساهم في بنائها وأدفع شيء، تفتكر إنك أنت بتعطي، لا بالعكس، أنت بتاخد بركة، مش بتعطي فلوس، أنت بتاخد بركة. وكل ما بتعمله، لقيت كنيسة جديدة لسه نشأة جديدة، تقول أنا هديهم أواني المسبح، وتجيب ساعات أواني من فضة وساعات أواني من ذهب. أنت في الحقيقة مش بتعطي، أنت بتاخد بركة من هذا العطاء. وهكذا كل واحد فيكم بيعطي بياخد بركة، أيا كان الشيء اللي هو بيعطيه.